أستاذ إبراهيم، أنا كنت سعيد جدا وأكيد السادة المشاهدين سعداء جدا بوجودك معنا في حلقة الليلة من المجري. طيب، إحنا من عادات البرنامج إن الضيف بيكتب كلمة للبرنامج وللقناة. خليك وإنت قاعد وإنت قاعد وإنت قاعد وإنت هتبقى بعديه. اتفضل. إجلس. معلش احنا بنعتذر عن الشاي. انا ما اعرفش اكتب والغطا فيه. عايزين بقى نسمع كلمة كده بعد ما ختمت الكلام ده كله. القلم ده بتاعنا مش بتاعك على فكرة. انا اديته لك. أقول بسم الله الرحمن الرحيم. أخي وصديقي النجم الكبير الكابتن مصطفى عبده، نجاح البرنامج توفيق من الله، ولكونك أنت المجري الوحيد في مصر، دمت متمتعا بالصحة والعافية وحب الناس يا أغلى الناس. إبراهيم، ربنا يكرمك. ربنا مفيش أحسن من كده وأجمل من كده. أستاذ إبراهيم، أنا بشكرك على وجودك معانا في حلقات المجري، لأن إحنا كل نجومنا سوبر ستارز، وانت من الناس السوبر ستارز اللي اديت للصحافة الرياضية المصرية، وحبك لمصر كمان ده من الحاجات اللي هي الناس بقى انطباع على الناس كلها، ان الاستاذ ابراهيم لما بيتكلم بيدافع عن مصر وبيحب مصر وبيحب بلده زي كتير جدا من المصريين. ربنا يديك العمر والصحة ونشوفك في احسن صورة. الله يخليك. شكرا استاذ ابراهيم. شكرا كابتن. ربنا يخليك. ربنا يخليك. شكرا. شكرا استاذ ابراهيم. الله يخليك. شكرا كابتن.